هون الوضع كتير حرام. يعني اليوم عنا جمعة العظيمة، كلنا عم نصلي كرمال الوضع بجنوب، كرمال الحرب، كرمال ربنا يقشع شعبه ويطلع فيه ويعم السلام. لأن كتير كل يوم مننام على قصة ومنقوم على قصة. الحمد لله نحن بقلب الضيعة ما صار شيء، لكن حواليا كثير تأذينا. عم يجي على بعد 500 متر هوائي، طالت أرزاقنا وانتلفت بالكامل. أنه نحن ما بنطلب شيء غير قيام الدولة. بكل بساطة الدولة هي اللي بتقدر تكون عم تأخذ قرار الحرب والسلم.